جمعية أيادي المحسنين غير الحكومية تدشن قبالة المركز الوطني لأمراض القلب دار الصحة والعافية لإيواء المرضى ومرافقيهم. إنشاء الدار يأتي وفق الجمعية في إطار مساعدة المرضى ومرافقيهم على إيجاد مأوى ملائم خلال فترة العلاج في مستشفى القلب، خاصة للفئات المحتاجة. هذه الناس اللي تجي من الداخل الفاصلة، يعلم الله تبارك وتعالى أنها قاعدين تجي، بالرغم من فم الحمد لله شي من التخفيضات وشي من الأمور الحمد لله المعدلة لها في المركز، يا غير ما يقدوا يتعالجوا. الناس الحمد لله الضعيفة اللي ما يقادر على قوت يومها أحرى تعود تتعالج عمليات القلب المفتوح المكلفة بالملايين، ولا فيكم حد ما يعرف على نهاية الدار لا يتعود سادة ثغرة ونقص كبير في نفوس هذا الفقراء من الضعفاء والمساكين، خصوصا الناس اللي تتعالج في هذا المركز. هذا الخلق اللي يجي من بعيد، وراعي الحمد لله مثال حي قدمته الدكتورة، مخلوق مولانا جاي من الداخل، راعيش عنده لا مأوى ولا ملجأ، عنده من الحال انه يتكي على الدص في البر المتين إنين يقبل علاج الصبح من قبل. وزير الصحة المختار والداهي أثنى على جهود الجمعية منوها بالحاجة الماسة لهذا الوقف الخيري، ومتحدثا عن نية وزارة الصحة تخفيض تكاليف بعض الاستشارات والعمليات من أجل مساعدة بعض مراجعي المستشفى على تكاليف العلاج. أشكر شكرا جزيلا منظمة غير الحكومية أيادي المحسنين على هذا العمل الممتاز والذي يلبي فعلا حاجة اجتماعية واضحة، خصوصا قرب هذا المركز، المركز الوطني لأمراض القلب، وهو أحد المراكز الصحية ببلدنا، وتحتاج فعلا إلى مرافق موازية لمساعدة المحاويج من الناس والذين لا يجدون مأوى، ما يجدون ما يستطيعون أن يؤمنوا به مأوى ليكونوا أقرب إلى مرضاهم المحجوزين في هذا المستشفى. وبالمناسبة الوزارة بالشراكة أيضا مع المستشفى عاملة على تخفيف وتخفيض بعض تكاليف بعض الاستشارات وبعض العمليات الجراحية في هذا المستشفى، وقد يعلن عن ذلك قريبا المجلس الإدارة والجهات المختصة بالمستشفى. وتعرف مستشفيات العاصمة ظاهرة تجمهر العديد من مرافقي المرضى أمامها بسبب عدم وجود أماكن مخصصة لإيوائهم فترة علاج مرضاهم، أو بسبب غلاء أسعار الموجود منها.